في التفاصيل السياسية وغير السياسية، نشير إلى مشهد إعلامي غير مألوف سطع على شاشة الأم تي في منذ بعض الوقت. نجماه فايز شكر ومصطفى علوش اللذان حولا الاستوديو إلى حلبة عراك وشتائم على خلفية مواقفهما السياسية من سوريا ورئيسها. وإليكم تفاصيل ما جرى في برنامج بموضوعية، مع الاعتذار من المشاهدين عن الألفاظ النابية الواردة في الحوار. يا ريت تسمع الحديث الحكي الرئيس الأسد. لا لا سمعته يا حبيبي. سمعته ولكن أنا ما بصده. لمين؟ لا بشار الأسد. ما بتصدق بشار الأسد؟ لا ما بصده ما بصده. لك ليش انت مينك لحتى ما تسدوا للرئيس الاسد؟ شريف حافظ على هدوء. انا محافظ على هدوء بس عيب عليك انت عم تقول لا عيب عليك انك تقول عيب. لك عيب عليك لا عيب عليك انك تقول عيب عليك تقول ما بتصدق عيب عليك ما بتصدقوا لانه كذاب. انت واحد كذاب ومعلمك كذاب. شريف ليك عيب عليك انت ابني. لك انت ابني دكتور فايز. دكتور فايز انا واحد صبي المخابرات ما بيقول لي هالحكي. انا صبي المخابرات انا صرنيتي اشرف منك. دكتور فايز دكتور فايز معلم معلم دكتور مصطفى دكتور بتفاجئك مش مظبوطه. لا 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 شباب